بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 35. أما بعد، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث فيه أن الصيام ليس مجرد ترك الأكل والشرب والمفطرات الظاهرة، وإنما هو كذلك ترك ما حرم الله عز وجل. فهناك أشياء محرمة دائما، ولكنها في حق الصائم أشد من ذلك ما جاء في هذا الحديث. من لم يدع، يعني يترك، الصائم الذي لا يترك قول الزور، والزور هو الكذب، الزور هو الكذب. الكذب في الحديث والأخبار، والكذب في الشهادة، والكذب في المعاملات، يدع الكذب كله. وأشد الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، إن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب بجميع أنواعه محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والكذب من علامات المنافقين، والمؤمن لا يكون إلا صادقا في أقواله وفي أفعاله وفي جميع تصرفاته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالكذب حرام وكبيرة من كبائر الذنوب دائما وأبدا، وفي حق الصائم أشد، لأن الصائم في عبادة، وهو ترك ما أباح الله له من الأكل والشرب ونحوه مما أباح الله، فكيف لا يترك الكذب الذي هو محرم دائما وأبدا؟ فالذي لا يترك الكذب وهو صائم هذا ليس له أجر. لا يكفي أنه يترك الطعام والشراب ويستبيح الكذب، فإن فعل ذلك فإنه لا يكون صائما الصوم الذي شرعه الله عز وجل. من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بالكذب، فلا يقول الكذب ولا يعمل بالكذب، وإنما يعمل بالصدق ويتعامل بالصدق مع الله جل وعلا ومع الناس. أما إذا كان يعمل بالكذب وهو صائم فهذا دليل على أنه لم يصم الصوم الذي شرعه الله، وإنما صام عن شيء وترك شيئا، صام عن ما أحل الله ولم يصم عما حرم الله، هذا لا ينفعه صيامه. والجهل، الجهل هنا المراد به عدم العقل والحلم، بأن لا يتعقل في أموره ولا يحلم على من ظلمه، بل يتعدى على الناس بغير حق
هذا جهل. الجهل على قسمين: الجهل الذي هو عدم العلم هذا قسم، والجهل الذي هو عدم العقل والحلم هذا قسم آخر. قال الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ليس المراد هنا عدم العلم، المراد الجهل الذي يتنافى مع العقل ومع الحلم ومع الآداب الشرعية. والله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة، ما هو بجهالة يعني عدم علم، لأن الجاهل لا يؤاخذ، ولكن المراد هنا الجهل الذي هو عدم الحلم. يأتي الذنوب، يأتي الذنوب عن طيش، وحمق واتباع للشهوة، مع أنه يعلم أنها حرام، لكن حمله الجهل الذي هو الطيش وعدم التعقل، حمله ذلك على فعل المعاصي. فإذا تاب، تاب الله عليه. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. قال بعض المفسرين: كل من عصى الله فهو جاهل، يعني يجهل، حق الله جل وعلا وعظمة الله، فينتهك ما حرم الله جهلا منه وحمقا وعدم تعقل وعدم تفكير في العواقب. الذي لا يفكر في العواقب وإنما ينظر إلى الشيء الحاضر فقط، هذا في الحقيقة جاهل، أشد من الجهل الذي هو عدم العلم. فمن لم يدع الجهل وهو صائم، يعني يكون أحمق، يكون طائشا، يكون غير منضبط بالآداب الشرعية، من لم يدع هذا فإنه لا يكون صائما الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون له في صيامه ذلك أجر، وإنما يكون مجرد تعب عليه. ولهذا قال جل وعلا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن الله جل وعلا لم يأمره بهذا الصيام الذي هو ترك الطعام والشراب والمفطرات الحسية، مع أنه لا يترك الآثام ولا يترك المعاصي ولا يترك الكلام المحرم والكذب والغيبة والنميمة، كل هذا من قول الزور. فليس لله حاجة، ليس لله قصد بهذا الصيام الذي هذه صفته، وإنما الصوم الذي أراده الله والذي أمر الله به هو الصيام الذي يكف صاحبه عن كل ما حرم الله عليه، في الصيام، وكل ما حرم الله عليه في غير الصيام، هذا هو الصائم الذي إذا صام، صام سمعه عن الحرام، عن استماع الحرام، وصام بصره عن النظر الحرام، وصام لسانه عن الكلام المحرم، هذا هو الصائم حقيقة، هذا هو الصائم حقيقة، الذي إذا صام بطنه عن الأكل والشرب صامت جوارحه عن الحرام وعن الآثام، هذا هو الصائم حقيقة. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه
فإنما أطعمه الله وسقاه. الصائم إذا نسي فأكل أو نسي فشرب فإن صيامه لا يتأثر، صيامه صحيح لأنه ناسي. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وفي الحديث: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالناسي لا يؤاخذ، فإذا نسي وهو صائم فأكل أو شرب ثم لما تذكر أو ذكر أنه صائم ترك الطعام والشراب، فما مضى منه وقت النسيان فإنه لا يؤثر على صيامه، صيامه صحيح. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده، لأنه يكثر النسيان من البشر فلا يؤاخذهم الله به لأنهم لم يتعمدوه ولم يقصدوه، وإنما فعلوه عن نسيان وذهول، فهؤلاء لا يؤاخذهم الله وصيامهم باق وصحيح. فليتم صومه لأنه صحيح ولم ينقطع لأن نيته باقية، وإنما خالف مخالفة غير مقصودة فهذا لا يؤاخذ. فإنما أطعمه الله وسقاه، صيامه صحيح ويبقى عليه. وأيضا هذا الذي أكله أو شربه قد سامحه الله فيه، ينتفع به جسمه من الجوع ومن العطش، فهو طعمة من الله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على أن من أكل أو شرب متعمدا غير ناسي أن صيامه باطل، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن تعمد وهو صائم فأكل أو شرب ولو قليلا مع التعمد فإنه يبطل صيامه. هذا مدلول الحديث، لأن الحديث إنما ذكر أن الله تسامح عن الناس في الأكل والشرب، فدل بمفهومه على أن من تعمد الأكل أو تعمد الشرب أنه يبطل صيامه وعليه القضاء، عليه أن يمسك بقية يومه، وعليه الإثم العظيم والتوبة إلى الله ويمسك بقية يومه ويقضيه من أيام أخر. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء. تنبهوا لهذا، هذا في موضوع القيء وهو الاستفراغ، استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم، هذا هو القيء، استفراغ ما في المعدة من الطعام والشراب عن طريق الفم. هذا إذا كان متعمدا هو الذي تسبب في الاستقاء حتى خرج شيء مما في معدته، فهذا يفطر، عليه القضاء، لأن صومه بطل، لأنه استخرج ما في جوفه وما في معدته متعمدا
فهذا يفسد صومه وعليه القضاء. أما من ذرعه القي، ذرعه يعني غلبه بدون اختياره، إنسان أصابه مرض أو أصابه شيء استدعى أنه يتقيأ من غير اختياره وقاء، فهذا صومه صحيح وليس عليه قضاء، لأن هذا بغير اختياره. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلا يؤاخذ الإنسان إلا بما تعمده من تناول المفطرات، هذا يبطل صومه وعليه القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل. أما من حدث منه شيء من ذلك بغير اختياره فهذا لا يؤاخذه الله وصيامه صحيح. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعلنا من الصائمين المحتسبين للأجر والثواب، الذين يحافظون على صيامهم من المفسدات ومن المنقصات، ويحافظون على جميع أعمالهم من المبطلات والمفسدات والمنقصات، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى شكره وحسن عبادته، وعلى شكره وذكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حقيقته؟ حقيقته أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لم يصح عنه، أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، ولم يصح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان هو ابتدع هذا الشيء ونسبه إلى الرسول، إن كان هو الذي أحدث هذا الشيء من عنده ونسبه إلى الرسول، هذا كذب واضح، كذب واضح والعياذ بالله، يتبوى مقعده من النار. وكذلك يشمل الذي لا يتثبت في الأحاديث، لا يتثبت في صحة الأحاديث، بل يحدث بها وهو لا يدري هل هي ثابتة أو غير ثابتة. يشمل الذين لا يتثبتون في ذكر الأحاديث الواردة، لا تحدث بحديث أو تذكر حديثا عن الرسول ولو كان في الكتب حتى تتحقق من صحته، إما بأن يكون من رواية الثقات كالبخاري ومسلم وأئمة الحديث الذين يلتزمون بالصحيح من الأحاديث، أو أنت عندك معرفة للسند، أنت في نفسك عندك معرفة بالأسانيد، تعرف الصحيح من غير الصحيح، فلا بأس أن تحدث بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أثبته الأئمة أو أنت تعرف الثابت من غير الثابت، فتحدث بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا حدثت بحديث وأنت تعلم أنه كذب أو لا تدري، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وفي الحديث: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا تقل الإثم على من قاله، أنا مجرد ناقل، مجرد راوي، لا تقل هذا، أنت مشارك له، لأنك نقلت هذا الكذب وروجته على الناس. فالكذب على الرسول يشمل أمرين: الأمر الأول وهو أشد، أن تخترع أنت هذا الشيء
تنسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تنقل ما اخترعه غيرك وكذبه غيرك وتروجه على الناس. يجب التثبت في هذه الأمور. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا يقول نرجو التنبيه على أمر يحدث في المساجد، في الحرم وفي المساجد، وهو كثرة الكلام. كثير من الناس ما يحترم المساجد، وإنما يجعلها مثل الشوارع، ما همه إلا الكلام والقيل والقال والضحك غير ذلك، ويضيع الأجر والثواب الذي وعد الله به الذين يعتكفون في المساجد ويشتغلون بذكر الله. فإذا كنت في المسجد فعليك أن تحترم المساجد وأن تشتغل بذكر الله. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المساجد إنما بنيت لذكر الله، فإذا جلست فيها فاشتغل بذكر الله، ولا مانع أنك تتكلم مع أحد للحاجة، كلام للحاجة لا بأس به إذا كان كلاما غير محرم وهو للحاجة، يعني بشرطين: أن يكون الكلام غير محرم وأن يكون للحاجة، لا بأس. أما أن تتكلم من غير حاجة وإنما لتقطيع الوقت فقط وللضحك والمزاح، فهذا لا ينبغي في المساجد، لا في المسجد الحرام ولا في غيره. هذا يسأل عن الاعتكاف في رمضان، مقيد بالعشر الأواخر فقط؟ لا، الاعتكاف ليس مقيدا بوقت من الأوقات، يجوز أن تعتكف في أي شهر، في شعبان، في رجب، في المحرم، في أي شهر من الأشهر يجوز أن تعتكف في أي وقت، ولكن الاعتكاف في رمضان أفضل لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما كان يعتكف في رمضان وفي العشر الأواخر خاصة، هذا من باب الأفضلية. وأما الاعتكاف من حيث هو فيصح في أي وقت من الأوقات. نعم. هذا يقول: أوصاني والدي بأن أعتمر عن جدي المتوفى، عن جدي المتوفى بعد انتهائي من أداء عمرتي، هل هذا يعتبر صحيحا؟ لا مانع من ذلك، إذا كنت اعتمرت عن نفسك عمرة الإسلام فلا مانع أن تعتمر عن غيرك، عن جدك أو عن غيره من إخوانك المسلمين، لا مانع، لأن هذا عمل خير ونفع للمسلمين. وسواء أتيت بالعمرة من البلد أو أتيت بها من مكة بأن تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل وتحرم بعمرة عن من تريد من أقاربك أو من المسلمين، هذا جائز، ولكن الذي في مكة الأفضل له أن يبقى في المسجد الحرام للعبادة ولا يخرج للعمرة، هذا هو الأفضل. وإذا خرج وأتى بعمرة فهذا جائز إن شاء الله. ألا يسأل عن الدراسة المختلطة بين الرجال والنساء، بين الشباب والشابات، هذا حرام، الاختلاط بين الرجال والنساء في الدراسة أو في غيرها حرام، لا سيما إذا كانت النساء غير متسترات، هذا فيه فتنة وفيه شر
والدراسة التي بهذه الطريقة لا تجوز، لأنها تجر إلى الفتنة وإلى الشر، فعليه أن يلتمس الدراسة في مكان خال من هذا المحذور. هو يدرس يستفيد من ناحية وهي الدراسة، لكنه يتضرر من ناحية أخرى وهي الاختلاط، وإذا ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فعليه أن يتقي الله وأن يتجنب الدراسة المختلطة ويلتمس دراسة غير مختلطة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ألا يسأل عن شرب ماء زمزم، وهل ترك شرب ماء زمزم يعتبر من النفاق؟ شرب ماء زمزم مستحب لأنه ماء مبارك، والذي لا يشرب لا يدل على النفاق، إلا إذا كان يبغض زمزم، يبغضها ويبغض ماءها ويتركه بغضا له وعدم تصديق بفضله، هذا يعتبر من النفاق. أما إذا تركه وهو يعتقد فضله وبركته ومشروعية الشرب منه، تركه مع أنه يعتقد فضله وبركته ومشروعية الشرب منه، فهذا لا يعتبر منافقا. نعم. يقول: هل سائر العبادات مضاعفة في المسجد الحرام مثل الصلاة؟ نعم، الصلاة تضاعف، هذا بالنص. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، هذا في الحديث الصحيح. وكذلك بقية الأعمال تضاعف في المسجد الحرام لشرف المكان، تضاعف في المسجد الحرام لشرف المكان إن شاء الله. يقول: وهل السيئات مضاعفة؟ هل السيئات مضاعفة في المسجد الحرام؟ نعم، السيئات تغلظ في المسجد الحرام ولا تضاعف. المضاعفة خاصة بالحسنات، أما السيئات الله جل وعلا يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالله لا في الحرم ولا في غيره، وإنما يعظم إثم السيئة، يعظم الإثم. قال جل وعلا عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم. ايش يا ابو الخال؟ خلاص سلم. حياك الله. حياك الله وبارك طيبك وعلمك. سرع، خلاص يعطيك العلم. خلاص ويبارك. هذا يقول: يوجد في بعض البلدان، يوجد في بعض البلدان مشاهد يزورها بعض الناس، لا ليس هناك مكان يزار للعبادة، ليس هناك مكان يزار للعبادة إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. أما بقية المساجد فهي سواء، لا يقصد شيء منها بخصوصه، وإنما من حضرته الصلاة فليصلي في أي مسجد منها. أما أنه يقصدها للعبادة ويظن فيها أجر، فهذا لا يجوز، لأنه تشريع لدين لم يشرعه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يسأل عن الذهاب للرقية عند بعض الناس. الرقية التي هي القراءة على المريض من القرآن أو من الأدعية الشرعية لا بأس بها، ولا بأس أن تذهب إلى رجل يقرأ القرآن ويدعو بالأدعية الشرعية على المريض، هذا لا بأس به.
أما الرقية التي معناها الاستعانة بالجن أو الشياطين أو الرقية التي فيها شرك هذه حرام، ولا يجوز الذهاب إلى من يعمل هذه الرقية الشركية. نعم. ماذا يسأل عن غزوة بدر وما جرى فيها؟ غزوة بدر معلومة، ذكرها الله في القرآن وجاءت في السنة، وذكرها يحتاج إلى وقت. هذا يسأل ويقول أنا مريض وجئت معتمرا، أنا مريض بالربو وتحسس من البرد وجئت معتمرا ونذرت لله إن كان إني أديت العمرة بسلام ولا حصل لي أي مرض أن أعتكف يوما في المسجد الحرام علما بأني لا أعرف الزمن المشروع للاعتكاف. نعم، هذا نذر طاعة وعليك الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا نذر طاعة، فعليك أن تعتكف في اليوم الذي نذرته إن كان يوما معينا، أما إن كان غير معين فتعتكف في أي يوم يتيسر لك، هذا واجب عليك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.